أسبوع من التسللات الحوثية الفاشلة في مختلف جبهات الحرب شكلت سلسلة من الانكسارات المتلاحقة وعمليات انتحار حوثية لقي فيها العشرات من عناصرهم مصرعهم. يقظة الجيش الوطني المسنود بالتحالف العربي كانت بمرصاد عشرات المتسللين من مقاتلي الميليشيا الحوثية الذين حاولوا استعادة مواقع بعد تحريرها من أبطال الجيش الوطني على أكثر من موقع استراتيجي. ففي جبهة صرواح غرب مأرب والتي تعد من أهم الجبهات العسكرية أفشل أبطال الجيش الوطني محاولات تسلل حوثية في مواقع الحمراء وأتياس، وانكسر هجوم الميليشيا المتسللة تاركا وراءه عشرات الجثث المتناثرة على مناطق الاشتباكات. وإلى جبهة ناطع شرق محافظة البيضاء لقي أربعة من مسلحي الحوثي مصرعهم، فيما فر عشرات منهم بعد أن نجحت قوات الجيش الوطني في صد هجوم حوثي مباغت في جبل القرحاء وشعب المسوح وصرام في جبهة ناطع. وفي الحديدة كانت تحركات ميليشيا الحوثي مرصودة بدقة من لحظة وصول تعزيزات لها وتوزيع عناصرها داخل المباني السكنية استعدادا لمحاولة تسلل انتهت بمصرع العشرات وانكسار المحاولة أمام صلابة الجيش الوطني ويقظته. وتستمد ميليشيا الحوثي في استعادة مواقع فقدتها، لكن كل محاولات التسلل تبوء بفشل ذريع ونهايات مأساوية لانتحار جماعي متكرر. فالأرض اليمنية الطيبة ترفض العملاء والأعداء وتقاتل مع أبطال الجيش الوطني في كل ساحات الوغى وجبهات الشرف.